وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل الوطن. حالة من الازدهار الكبير سيادة النائب في مجال العمل الأهلي في مصر، كيف انعكس ذلك على هذا المجال وما هي دلالات إطلاق المبادرة الرئاسية كتف في كتف للحماية الاجتماعية؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني المبادرة نفسها كتف في كتف، الاسم نفسه بيوضحها ان احنا بلد خير في ظروف اجتماعية صعبة العالم بيمر بيها ومصر بتمر بيها. في شهر كريم الخير بيطلع منه والكل بيبقى عاوز يقدمه، فكانت مبادرة من ست الرئيس للجمعيات الاهلية واحنا مشاركين فيها واحزاب اخرى. الحقيقة زي ما حضرتك شايفة التنظيم الرائع اللي معمول فيها، والتنظيم ده جاي الحقيقة من كمان تبادل المعلومات، لأن في الأول كان ممكن نلاقي هذا الخير بس بيوصل لبيوت محددة، لأن البيانات كان ممكن كل الجمعيات والأحزاب عندها الناس الأكثر احتياجا، فتلاقي كله بيودوا الناس البيت. مع هذا التنظيم والتنافس في الخير بقت حتى المعلومات بقت كبيرة، فعشان كده المبادرة بتستهدف 25 مليون. 25 مليون مواطن، لان احنا بنتكلم على عدد كبير. الحقيقه الحاجه الثانيه كمان ان التنظيم في جميع المحافظات، يعني مش هنقول جزء من الجمهوريه وجزء، لا انا بتكلم في جميع المحافظات، ده بيقوم بيه جمعيات التحالف الوطني وقام بيه وبيقوم بيه حزب مستقبل وطني. نعم، ما هو تقييمك لما تنتهجه الدولة حاليا عن طريق تعزيز مجال الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأكثر احتياجا؟ الحقيقة يعني الدولة في حتة الحماية الاجتماعية أول مرة أشوف الحقيقة دولة بتصرف هذه المصاريف في هذا الاتجاه. وأنا ما بقولش كده يبقى الناس كلها مرتاحة ومبسوطة، لا، ولكن الدولة الحقيقة حاطة ميزانية كبيرة جدا لمحدود الدخل. هتلاقي واحنا بنتكلم على حياة كريمة هتلاقي أرقام خيالية بتتصرف ما كانتش بتتصرف. أما نيجي نرجع للزمن ورا شوية، بس احنا بننسى، يعني أما كنا بنشوف المساكن العشوائية أو العشش اللي كنا بنشوفها بعينينا واحنا معديين عشرات السنين وتعودنا عليها. الدولة اللي دخلت فيها الحقيقة وعملت الطفرة دي، أما كنا بنشوف فيروس فيه مين كان يقدر يتعالج ومين ما كانش يقدر يتعالج، الدولة اللي دخلت فيها بهذا الكم وتم القضاء على فيروس فيه. فالدولة في هذا المجال الحقيقة بتحط مخصصات كبيرة جدا جدا لهذه الطبقات. نعم، أنا حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.